بسم الله الرحمن الرحيم. نيل العضلة الأخيرة في ال anterior compartment of the forearm اللي هي البرونيتور الكوادريتس برونيتور أو برونيتور كوادريتس برونيتور، لأنه هي بتعمل برونيشن، وكوادريتس لأنه شكلها شنو مربع، عشان كده سموها برونيتور كوادريتس. وقلنا أصلا الديب ماسلز هن ثلاثة، في واحدة طالعة من الراديوس، واحدة طالعة من الأنا، واحدة بيناتهم الاتنين. بيناتهم الاتنين اللي عاملة زي الساعة دي بيسموها البرونيتور كوادريتس، شكلها مربع. دي العضلة برونيتور كوادريتس مصر، برونيتور كوادريتس لأنه مربع. بالنسبة للأكشن هنثبت الأوريجين ونحرك الإنسيرشن تجاه الأوريجين. بعدين بيسألوكم أنه هي أوريجينيت فروم ذا ألنا ولا من الراديوس، تقول من الألنا. طيب بعدين حرك الأوريجين تجاه الأكشن، الإنسيرشن تجاه الأوريجين عشان تدقيق الأكشن اللي هي بتعمل برونيشن. وياهو الاكشن زي ما قلت لكم برونيشن. وهنا جبت لكم عضلتين بيعمل برونيشن، اللي هي البرونيتور تيريس ومعاها شنو، ومعاها الفليكسور الكوادريتس برونيتور. بالنسبه للنيرف سبلاي ات از انيرفيتد باي ذا ميديان نيرف، ميديان نيرف هاتو البرنامج جاب الميديان نيرف الجهه الليفت. طيب راجع سريع، برونيتور تيريس اوريجينيتد فروم ذا from the ulna and inserted here in the radius، وهي شكل مربع برونيتور كوادريتس برونيتور او برونيتور كوادريتس. الاكشن بتاعها بتعمل برونيشن. النيرف سبلاي it is innervated by the median nerve.